بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم. المادة اللغة العربية للصف الرابع الأساسي، درسنا بعنوان حل أسئلة الاستيعاب للوحدة الأولى ماذا تريد أن تكون؟ إعداد المعلمة جمانة طه. لنبدأ عزيزي الطالب، وقبل أن نبدأ بحل أسئلة الاستيعاب دعني أستذكر معك ما مر بنا في درسنا رحلة ريشة. أولاً كانت الريشة تراقب الأرض من السماء في جناح إحدى الحمامات، طبعاً سعيدة ومستمتعة. سمعت صوتا مخيفا وظنت أن الحمامة هبطت على الأرض لتستريح، لكنها تأكدت أو أيقنت بعد ذلك بأن الصوت صدر عن بندقية صياد، أي أن الصياد قد اصطاد هذه الحمامة. أخذ الصياد الحمامة وبدأ ينزع عنها ريشها ليجعلها وجبة غدائه. احتارت الريشة في أمرها، أين ستذهب بعد أن كانت في جناح الحمامة البيضاء، وما هو المكان الذي يناسبها لتكون فيه؟ هبت ريح وحملت الريشة إلى غدير ماء فيه بطة حمقاء. رأت هذه البطة الريشة طافية على وجه الغدير فأعجبت بها أو أعجبتها، وأخذتها ووضعتها على ذيلها. هنا استاءت الريشة جداً ولم يعجبها أن تكون في ذيل بطة حمقاء، فطلبت إلى الريح أن تنقلها إلى مكان آخر. هبت الريح أو عصفت الريح من جديد وحملت معها الريشة إلى حديقة فيها طاووس مغرور متكبر. رأى الطاووس الريشة فأعجبته فأخذها ووضعها على رأسه، فازداد غروره عندما رأى أنه أصبح جميلا. استاءت الريشة مرة أخرى ولم يعجبها أن تكون سببا في ازدياد غرور الطاووس، فطلبت إلى الريح أن تنقلها مرة أخرى إلى مكان آخر. هبت الريح مرة أخرى وحملتها إلى نافذة غرفة رسام. دخلت الريشة هناك واستقرت قرب عدة الألوان المخصصة لهذا الرسام. بدأ الفرح يغمر الريشة لأنها أصبحت أداة لرسم أجمل اللوحات، وقالت هذا المكان يليق بي، الآن سأصبح أداة لرسم أجمل اللوحات. هذا كان درسنا لهذا اليوم أو ليوم الأمس بعنوان رحلة ريشة. نبدأ الآن بحل أسئلة الاستيعاب. السؤال الأول، أين كانت الريشة البيضاء؟ هل تذكر عزيزي الطالب؟ استذكر، أحسنت. كانت الريشة البيضاء في جناح إحدى الحمامات. ممتاز، أحسنتم. السؤال الثاني، ماذا سمعت الريشة فجأة؟ سمعت الريشة فجأة صوتا مخيفا. ممتاز، أحسنتم. السؤال الثالث، لماذا حارت الريشة؟ حارت الريشة في المكان الذي ستذهب إليه بعد موت الحمامة. أجل، فقد احتارت إلى أين ستذهب بعد موت الحمامة وما المكان الذي يناسبها لتكون فيه. نأتي إلى السؤال الذي يليه، السؤال الرابع، أذكر سبب كل مما يأتي. أعطانا أسباب وعلينا أو أعطانا مسببات والمطلوب منا السبب. استياء الريشة حين وضعها الطاووس على رأسه، لأن الطاووس كان مغرورا بجماله وازداد غروره بهذه الريشة أو ازداد غرورا بهذه الريشة. فرح الريشة حين استقرت قرب ألوان الرسام، لماذا؟ أحسنتم، لأنه المكان الذي يليق بها. ماذا تعلمت من الدرس؟
أخبرني عزيز الطالب، ما الذي يمكن أن أتعلمه من هذا الدرس؟ ممتاز، تعلمت من الدرس أن أبحث دائماً عن المكان الذي يناسبني ويمكن أن أكون فيه مبدع وأن أكون ذو أهمية في هذا المكان. أحسنتم. نأتي الآن إلى الاستخراج من النص. استخرج عزيزي الطالب من درس رحلة ريشة ما يلي: أولاً كان واسمها وخبرها، شبه جملة من جار ومجرور. طبعاً كلنا بنعرف شبه الجملة من الجار والمجرور، وكان واسمها وخبرها كلنا بنتذكر إنه عندما نقول السماء صافية، إذا دخلت كان على هذه الجملة تصبح كانت السماء صافية، يتغير الخبر إلى تنوين النصب. فعل ماضي، أسلوب استفهام، حال منصوب، فعل مضارع منصوب. كلنا يعلم أن الفعل المضارع المنصوب أو الفعل المضارع ينصب إذا سبق بأحد أدوات النصب. كلمة تبدأ بهمزة قطع وأخرى تبدأ بهمزة وصل، وصفة منصوبة، صفة منصوبة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. إلى أن ألقاكم في درس جديد، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.